برافو برافو يوسف النحيلي، برافو برافو يوسف النحيلي، تراجيك واعر ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول السلام عليكم ضروري، تحية أهل الجنة، وخا أنا معصب، وخا لي وهن هنطقطق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتعجب أنا، كنتعجب شي نصيحة، هما الناس الدراية والناس الفهمة قالوا قالوا الحق، قال لك يمكن لك تستافد وتاخذ المعلومة من إنسان أو إنسان سافه. جميل كلام الحكماء، الحكماء قالوا قالوا الحق، قال لك يمكن لك تاخذ شي إفادة ولو من إنسان سافه. جميل، أنا كنتعجب في هذا المجتمع. كي أقول ما كاين والو دابا، الاستقلال والحرية كاين وافين، كاين شي حاجة، كاين شي حاجة. أكان أبي وليت الفتى كان يقول كان أبي، لكن الفتى يقول ها أنا. شحال نقولوا دابا حنا، شحال نخليو الاجيال اللي جايه من بعدنا؟ المثليه والاختلاط بالعيالات مع الرجاله، والمراه خدامه علينا وحنا كنخشيو في كرشنا، مراه خدامه عليا وانا في الدار، وانا جالس في القهوه ومرتاح ومخرج كريشي وحايشه مخرجه وعاش بلي حالي، حتى واحد ما قدي. المشكله اللي بغيت نقول في هذا المجتمع اللي كنت عايش فيه انا، كثرت فيه النفاق والشقاق وسوء الاخلاق وعدم الشهامه والرجوله الا ما رحم ربي. شي نصيحه ملي كيقدمها لنا شي سفيه كنقبلوها وكنسمعوها، ويمكن اللي نقول لك كنشطحوا عليها، كنشطحوا المراه كتلوز عليها، المراه كتلوزهم بلو ومزيره السوءه ديالها ومزيره البزيقه ديالها وكتشطح عليها، هو خشال الهضره وخشال المعاني، وعطاها كلمه فيها شواري ديال الكلام وكتشطح عليها وفوق الطابله وقدام الانظار والكاميرات كيصوروا. واحد السفيه من السفهاء قال واحد الكلمه، قال شنو قال؟ اسمع اسمع، وبزاف عليك انا مع بحالك ما ندويش، انت ماركة عيانة حتى في جيمك ما ساويش، حتى في جيمك ما ساويش الا اللزيمه الاخرى. بزاف عليك انا راس مالك غير هضره وخدامه عليك مراه، ها هي راس مالك غير هضره. جالس في القهوه وشحال ديال الفايم، هذاك بولحيه، هذاك حتى جردي، هذاك بولحيه، وسيري امك واش انا اختي تمشي تخدم عليا، واش انا امي تخرج تمشي تخدم، وسيري امك سيري امك، هذاك بولحيه، هذاك 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 بو الحياة، هذا مخنا بالدين، هذاك بو الحياة، هذا راس مالك هي امك هضره وخدامة عليك مرا. كيف ما قلت لكم المغنيين كيغنيو لنا وبقلة الحياة وشي كلمات وشي تعابير يندى لها الجبين، هذيك الكلمات كنسمعوهم وكنرقصوا عليهم وكأنه شيء لم يكن. لكن ملي يجينا شي واحد عنده الصورة ديال الرجالة، راجل كيبان راجل باللحية والهيئة باين، اليوم مفروض عليك وواجب عليك تكون عندك اللحيه. علاش؟ راه تخبر وراقي، راه في الشوارع ديالنا ما بقينا كنعرفهم، اش كنميزوا؟ راه نتوما ادرى مني في هذا، ماشي التواصل يمدكوك باشبه واحد خارج يقول لك انا عندي ميول انثوي، والله يمك ما لقيتيها في السر الوطني، هذه يمك، هذه والله ما لقيتيها، ولكن هذا الشيء هو جاي ان شاء الله، هو جاي عما قارب ان شاء الله، والله حتى يجي. تقعد تاكل يوم مقدمه. اللي بغيت نقول لكم ضروري تبان بينا الصوره ديالك باش نعرفوك، كيف ما كنقول دائما، واحد خيي كان صاحبي، كنا انا وياه في واحد المدينه ودازو علينا جوج، انا ما عرفت بلا، ما عرفت عائله، ما عرفت ولد، قلت له واش شريف؟ قلت له دابا هادو فين هي العائله وفين هي البنت؟ راجل عنده اكثر من 70 عام، اقسم بالله، هذا الراجل عنده اكثر من 70 عام، قلت له دابا انت عندك تجربه وهذا وانسان معمر واللي فاتك بليله فاتك بحيله،
قتلوا فين هو البنت وفين هو الراجل، فين هو البنت وفين هي الولد، فين هي البنت وفين هو الولد. قال لي خصنا نحيدوا لهم سراولهم ونقلبوهم باش نعرفوهم، نعملوا لهم بحال اللي كيقلبوا داك القنيه. القنيه ملي كتبغي تعرفها صعيب الحال باش تعرفها، واش ذكر ولا انت، راه الناس ديال الفلاحه وهذا يفهموني. القنيه ملي كيبغيو نقلبوا خصنا بحال اللي كنبغي نديروها عاوتاني باش نعرفوك في الشارع، باش نعرفوك خصنا نحيدوك سروالك ونقلبوك. او ابو الحياش كتقول اللي بغيت نقول لكم، انا دابا جاي في واحد المرحله ضربنا واحد 10 كيلومتر من الملحه انا والبطل ديالنا السي يوسف النحيلي الله يبارك لنا فيه. داز عليا واحد السياره هز العيالات كيمشيو يخدموا مزيان، وداك من الطوموبيل طلق واحد الغنيه نسيتها. دابا هذا هو بيت القصيد، راه هذا هو السبب باش كتصيفط مراتك كتخدم وراكبه مع مول الطوموبيل وطالق لها واحد الديسكو. كنموت على الزين على كليبو الحنين، زين هادو ريجين بلا ماكياج هابله على خدين. اقسم لكم بالله الطوموبيل ديال نقل الخدامات كيمشيو يخدموا في الفيرمات وطالق لهاد المراه هاد الديسكو. دابا قول لي هاد المراه قول لي كيف تولي حدا داك مول الطوموبيل، كتعرف المراه ملي كتقول المراه ما كتسمعش من راجل هادشي، راجل كيطيلها في القهوه ومروال ومول الطوموبيل طالق لها الديسكو. كنموت على الزين على قليبو الحنين، وحفظتها حفظتها، زين هادو ريجين بلا ماكياج هابله وعلى خدين شعرها واصل فين. هتكون المرا ديالي لي يا صاحبي ولا اختي ركبت تما وطلقت لي هاد الغنية يا صاحبي. والله يعطيكم شي قلوب تكون حية، والله يعطينا شي قلوب تكون حية اللي تسوع بهاد الكلام. ولكن طبعتو يومكم مع التسوري حبات قلت الحية، طبعتو يومكم. اي واحد مشى ينتقدني يسير يمك، طبعت يمك، داكشي مدوب لامك في قلبك. وربي قال في القرآن وقال الحق، فإنها إنها إنها لا تعمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هي يمك ماشي عملية عيني، أنت عمى يمك من قلبك، ربي طمس على أمك على قلبك، قلبك عمى. هذا ما كان إخوة تبارك الله عليكم، سمحوا لنا الله يرضى عليكم، بغيت نتواصل معكم. وأنا صاحبي دين النصيحة صاحبي، شفت هذا المنكر كان ندير نغير لنا هذا المنكر. أسهل شيء أقرب شيء سهل فيه ربي هو هذا المجال هذا، وأنا بغيت هذا المنكر. المرأة دخل مزيان أسيدي وانتوما المرأة بغيتو هيك داري وطلق لها الغنية. كنموت على الزين على قليبو الحنين، زين هادو يجي أنا حفظتها. والمهم اللي عنده حرامو كما قالوا الناس يحضيه، اللي عنده حرامو يحضيه ومع السلامة. لا يفهمني اللي عنده شي قلب ديال الرجالة، أما اللي عندك قلب العائلات وطبعت هي أمك مع هاد المنكرات يجي كلامي يجي كلامي كنخربق. يلا مع السلامة، تحية الإخوة الكرام، مع السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته اتم الصالحات.